السابعة والنصف أهلا بكم إلى نشرة الأخبار أهلا بكم والبداية مع أبرز العناوين جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة للبحث التعاون الثنائي وآخر المستجدات الإقليمية والدولية مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2016 نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 تعلن رسميا في شباط المقبل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلدات السورية المحاصرة وسوق العمل الأردنية تواجه تحديات بارتفاع نسبة تشغيل العملة السورية وإلى التفاصيل بدأ جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يبحث خلالها علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى جانب بحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل التعامل معها أهداف الزيارة في هذا المقطع المصور الذي نشره الديوان الملكي الهاشمي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الحرب ضد الارهاب واخر المستجدات الاقليميه، القضيه الفلسطينيه، الازمه السوريه واعباء استضافه اللاجئين. هذه الملفات وغيرها سيتناولها جلاله الملك خلال زيارته الى العاصمه الامريكيه والتي ستركز ايضا على ابراز الموقف الاردني من مختلف القضايا عبر اجتماعات يعقدها جلاله الملك مع بالاداره الامريكيه ولجان الكونغرس وممثلي المنظمات العربيه والاسلاميه وغيرها من القيادات المؤثره. شرع مجلس النواب خلال جلسه صباحيه عقدها اليوم بمناقشه مشروعي قانوني الموازنه العامه وموازنه الوحدات الحكوميه المستقله للسنه الماليه 2016 وشهدت الجلسه انتقادات حاده وجهها النواب للسياسات الاقتصاديه. المزيد في تقرير جورج برهم. بدأ مجلس النواب جلسته الصباحيه المخصصه لمناقشه مشروعي قانون الموازنه العامه والوحدات الحكوميه لعام 2016 النواب القوا خطاباتهم التي عاده ما تكون رنانه وتحمل طابعا يلقي المسؤوليه على كاهل الحكومه في عدم ايجاد حلول للمديونيه والعجز والبطاله والفقر واتهامها بان حلولها تتمحور حول جيب المواطن. اول المتحدثين النائب محمود الخربشه وصف مشروع الموازنه العامه بانه برنامج تجويع وافقار للمواطنين وان الحكومه تحاصر المواطن بقرارات جائره تهدد حياتهم وقوتهم اليومي فهنالك من يقول عنا جميعا باننا ديكور وليس لاحد قدره على وقف التغول في افقار الناس ووقف مسلسل رفع الاسعار والحد من الضرائب واساليب نهب الجيوب وبعبارة أخرى نجد أن البيئة الحاضنة للفكر المنحرف تأخذ, تأخذ طريقها بين الشباب أن إبرائد الخليل أعلن رفضه الموافقة على الموازنة جملة وتفصيلة ووصفها بالكلام الفارغ ولا تتعدى كونها وثيقة عما تصرفه الحكومة وليست موازنة في ظل غياب خطة حكومية واضحة عن الدولة اما على صعيد مفهوم الموازنه الموجهه بالنتائج فان المتصفح للموازنه التي بين ايدينا يلاحظ وجود عدد لا يحصى من مؤشرات الاداء المستهدفه وكلها لا معنى لها لانها لا تتعدى ان تكون ارقاما ونسبا لا تعني شيئا. النائب علي سنيد وصف الحكومه بانها تخلو من الرحمه واللين واتهامها بانها سحقت الاردنيين تحت وطاه قرارات متجبره تكسرت فيها قواعد البعد الانساني وانها افقدت الاردنيين الشعور بالامان في وطنهم. نواجه اليوم ايتها الاخوات والاخوه حكومه منفلته من عقال الحكمه والمنطق وقد اوغلت بسياساتها الحمقاء في تعذيب الاردنيين واذاقتهم الوبال وقد نزعت عن الحكم جانب الرحمه واللين وانسحق الاردنيون تحت وطاه قرارات رئيس متجبر تكسرت في داخله قواعد البعد الانساني وتوشح بالساديه أن ابناي في الليمون استنكر بشدة سياسة الحكومة التي ترمي إلى إفقار وتجويع المواطن واصفا الموازنة بالقصور والعجز ثامر الفايز وصف الحكومة بالابتلاء وخصوصا أن همها فقط رفع الأسعار ونهجها جيب المواطن الذي ما عدا يملك ثقة لا بالحكومة ولا بالنواب لا يوجد أسماء أمامي حتى نحدد جلسة يوم غد اتمنى من الجميع بان يسجلوا اسمائهم الراغبين بابداء ملاحظاتهم. ايام قليله تفصلنا عن مشهد جلسه التصويت على مشروعي قانوني الموازنه ليبقى الباب مفتوحا على مصراعيه بين كلمات النواب التي تلوح بشكل كبير برد الموازنه وبين جلسه التصويت بكلمتين اما الموافقه او رفض القانون. جورج برهم رؤيه كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 الدكتور قاسم الزعبي أن كافة نتائج وتفاصيل التعداد العام سيعلن عنها رسمياً خلال شهر شباط المقبل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. مع اقتراب إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن للعام الحالي. بدأت ترشح أرقام غير رسمية في عدد من الوسائل الإعلامية في وقت تقوم فيه دائرة الإحصاءات العامة بمراجعة البيانات التي ستظهر والتي أعلن أنها ستعلن مطلع شباط القادم. دائرة الإحصاءات العامة بدورها صرحت بأنها لم تنتهي بعد من إعداد البيانات النهائية وتحليلها مشيرة إلى أن الأرقام الصادرة في عدد من الوسائل الصحفية لا تعبر بالضرورة عن الملامح النهائية للتقرير. هناك مؤتمر تدعى إلى كافة الجهات والمؤسسات الإعلامية وكافة المعنيين في شهر شباط 2016 سنعرض فيه كافة نتائج هذا التعداد من حيث التغيرات الهيكلية اللي ظهرت على الأسرة الأردنية وما يسمى الهرم السكاني، كيف أصبح هذا الهرم السكاني بعد التغيرات الديموغرافية اللي حصلت، أعداد السكان وتوزيعهم حسب المحافظات وأيضا فيما يتعلق في الإعاقات ونسب البطالة والتشغيل أيضا التأمين الصحي وغيرها من البيانات اللي تم جمعها. دائرة الإحصاءات العامة بينت أيضا أن التقرير سيشمل بيانات تفصيلية عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية يصبح لدى المجلس المحلي وفي المحافظه او في اللواء بيانات يتحدث فيها عن الحكومه عن احتياجات المنطقه وهذه البيانات زي ما وعدت دائره الاحصاءات العامه سيتم توفيرها للمواطنين اعتبارا من شهر شباط 2016 زي ما اشرنا هذا التعداد شكل نقله نوعيه في توفير البيانات اللي بنقدر بناء عليها نتخذ قرارات سليمه لخدمه المملكه الاردنيه الهاشميه. تعداد العام 2015 وما يميزه عن التعدادات الخمسة السابقة أنه نفذ لأول مرة على مستوى الإقليم معتمدا على التقنيات الحديثة بكافة مراحله ليشكل ركيزة أساسية توفر الأطر الاجتماعية والاقتصادية والزراعية للدراسات المستقبلية حمد الخمايس رؤيا مع انتهاء عشر أيام امتحانات الثانوية العامة تمكنت وزارة التربية والتعليم من خفض مخالفات تعليمات امتحان الثانوية العامة بشكل ملحوظ تفاصيل أوفى مع العرج جولات تفقدية مستمرة لنائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات لمتابعة آلية سير امتحانات الثانوية العامة داخل القاعات نجاح كبير تحصده وزارة التربية والتعليم في الثانوية العامة، حيث سجلت لجان امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 248 مخالفة لتعليمات عقد الامتحان للدورة الشتوية الحالية منذ بدء جلساته في الثلاثين من الشهر الماضي ولغاية يوم الأحد في مختلف قاعات الامتحان بالمملكة. عدد حالات الحرمان التي حصلت لغايه صباح هذا اليوم اقل من 250 حاله، هذه هذا الرقم كان يحصل في يوم واحد في بعض بعض المناطق، ولذلك انا اقول يعني اننا عدنا بامتحان الثانويه العامه في المملكه الاردنيه الهاشميه الى ما كان عليه من الق و تطبيق لميزان العدل والمساواه التي نتحدث عنها دائما لا يفرق بين طالب وطالب الا استعداده وقدراته. امتحانات الثانويه العامه تسير بشكل متميز بسبب التزام وانضباط الطلبه بشكل كبير، كما بدات الوزاره بتصحيح دفاتر اجابات الطلبه للمباحث التي تم تقديمها. بالنسبه لتصحيح الامتحانات كل ماده تنتهي امتحانا يبدا بها في اليوم التالي تصحيحا، لغايه الان تقريبا لم تنتهي ولا ماده من المواد بالتصحيح الكلي، لكن قطعنا مسافات في تصحيح المواد التي تقدم لها أبناؤنا الطلبه في الايام الاولى من من الامتحان. الطلبه ابدوا ارتياحهم وفرحهم الشديد في مختلف محافظات المملكه لسهوله وقله عدد اسئله ماده الثقافه العامه. امتحان سهل واجت الاسئله كويسه امتحان كان سهل والاسئله الحمد لله كمان كانت سهله أسئلة الحمد لله وكل الامتحانات 100% عن ثقافه عامه الحمد لله تمام وان شاء الله بنجح وبجيب معدل يعني ان شاء الله كله من المنهاج والامتحان سهل حتى ضل كمان وقت زياده يعني كان الامتحان كويس الحمد لله جهود كبيرة تبذلها الكوادر المشرفة على الامتحان في القاعات من المعلمين ورؤساء القاعات ولجان الإشراف من الوزارة وتعاون تام من مختلف الأجهزة والمؤسسات الوطنية المساندة لوزارة التربية والتعليم في هذا المجال خمسة بالعشرة بالمئة نسبة المخالفات المسجلة هذا العام مقارنة بالعام الماضي تعزى هذه النسبة لثلاث اجراءات وهي لوزاره التربيه والتعليم والجهات المسؤوله ووعي وهي للاهل والمجتمع وتحضيرات جيده وهذه للطلبه انفسهم علي الاعرج رؤيه شهد العام الماضي جهودا كبيرة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حفظ الأمن الوطني خاصة على الحدود الشمالية للأردن التي تشهد حالات استقبال لجوء ومحاولات تسلل متعددة تصدى لها نشام الجيش العربي. التفاصيل في التقرير التالي أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن تشكيلات ووحدات قوات حرس الحدود الملكية تمكنت خلال العام 2015 من التعامل مع ما مجموعه 16997 حالة لجوء للأشقاء السوريين، حيث قامت بتأمينهم بالاحتياجات الضرورية ونقلهم إلى مخيمات اللاجئين المعدة لاستقبالهم، وإيمانا من القوات المسلحة الأردنية بتنفيذ واجبها المقدس في الدفاع عن الوطن أرضا وبحرا وسماء فقد تمكنت خلال العام 2015 من ضبط كميات كبيرة من قطع الأسلحة والدخائر والمخدرات على اختلاف أنواعها بالإضافة إلى إحباط العديد من محاولات التسلل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم وباستخدام كافة الوسائل المتاحة مع كل من تسول له نفسه ومهما كانت دوافعه المساس بالأمن الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية على الرغم من اقتحام قوات الاحتلال جامعة بيرزيت فجر اليوم ومصادرتها ممتلكات الكتل الطلابية إلا أن طلبة الجامعة واصلوا نشاطاتهم الوطنية غير آبهين باستفزازات الاحتلال لتندد الجامعة من جهتها بهذه الجريمة ولتؤكد مواصلتها لدورها التعليمي والوطني المزيد من التفاصيل مع نبال فرسخ هذا هو المشهد في جامعه بيرزيت فجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال حرم الجامعه وداهمت عددا من مبانيها ودمرت ممتلكات الكتل الطلابيه في انتهاك خطير للقوانين الدوليه التي تنص على احترام الحرم الجامعي وعدم اقتحام الجامعات ليس هذا فحسب، بل واعتقل الاحتلال طالبا منتخبا في مجلس الطلبه من منزله في مدينه رام الله، ليرتفع عدد طلبه المعتقلين من هذه الجامعه الى اكثر من 90 طالبا. ندين ونستنكر هذه الاقتحامات وندعو المجتمع الدولي لحملات تضامن حفاظا على حق الطلبه الفلسطينيين، هذه الاعتداءات الاسرائيليه لن تثني طلبه جامعه بيرزيت واساتذتها عن الاستمرار بالاطلاع بدورهم الطليعي تعليميا ومجتمعيا ووطنيا. ساعات فقط فصلت بين اقتحام قوات الاحتلال للجامعه وهذا النشاط الطلابي الذي يؤكد ان لا شيء يرهب الشباب الحر هي وقفه تضامن مع الاسير الصحفي محمد القيط الذي يواصل اضرابه عن الطعام منذ 48 يوما. اسره للاخ الاسير الرئيس مجلس الطلبه السابق محمد القيق اللي مضرب على الطعام لليوم 48 على التوالي رسالتنا انه احنا مهما فعلتم مهما اخذتم مهما اعتقلتم نستمر بنشاطاتنا الطلابيه وتواجدنا على نقاط واص ونشاطاتنا النقابية داخل اسوار الجامعه ودعمنا أهل الشهداء والاسره والجرحى تعزيزا لفكره ان الشعب هو حاضنه المقاومه طلبة الجامعة كانوا على موعد مع حملة جمع التبرعات لإعادة بناء منزل مفجر انتفاضة القدس الشهيد مهند الحلبي. بنقوم في نشاط جمع تبرعات لبيت الشهيد مهند الحلبي، والهدف من هذا النشاط إحنا مثل ما بنشوف إنه الحاضنة الشعبية أهم أهم شيء في أي تحرك فلسطيني وهذا كنا نلاحظه في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. نحكي لأهالي الشهداء إنه إحنا معكم وإحنا أولادكم. من هذه الجامعه خرج الشهيد والاسير والجريح ورغم الاعتداءات الاسرائيليه الا ان رد الطلبه هنا واضح افعلوا كما شئتم لن تنالوا من طلبه بيرزيت الذين سيبقون في طليعه العمل الوطني الفلسطيني من جامعه الشهداء ببلده بيرزيت قضاء رام المحتله نبال فرسخ رؤيا يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة الأوضاع في مضايا والفوعة وكفرية بطلب من إسبانيا ونيوزيلندا حيث سيشارك في الجلسة أعضاء المجلس الخمسة عشر وكانت قوافل المساعدات الإنسانية وصلت اليوم إلى البلدات المحاصرة في سوريا مزيد من التفاصيل في التقرير التالي بعد حصار دام طويلا وبعد موت حصد عشرات الارواح جراء الجوع والمرض تم الاتفاق على ادخال مساعدات غذائيه وطبيه الى القرى المحاصره قوافل المساعدات توجهت اليوم الى قريتي الفوعه وكفريه في ريف ادلب كما توجهت قوافل اخرى الى مضايا في ريف دمشق ونص الاتفاق على ادخال المساعدات باشراف الهلال الاحمر السوري والصليب الاحمر الدولي والامم المتحده إلى الفوعة وكفرية بالتزامن مع إدخالها إلى مضايا اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن قوافل المساعدات تضم شاحنات تحمل حليبا للأطفال ومواد غذائية بالإضافة إلى أدوية للأمراض المزمنة من المفترض أن تكفي لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مستلزمات ضرورية للجراحات الطارئة وفي مضايا سجلت المراكز الطبية عددا كبيرا من حالات التسمم بين الأهالي جراء تناولهم الأعشاب وأوراق الشجر بينما استمر تدفق حالات الإعياء والإغماء الناتجة عن الجوع لسيما بين الأطفال وتؤكد منظمة أطباء بلا حدود أن مضايا تحتاج إلى استمرار تدفق المساعدات حيث أن وصول شاحنة واحدة لا تكفي لطرد شبح الجوع والمرض معتبرة إياها مجرد فرصة لإبقاء السكان على قيد الحياة بسبب الحصار الطويل الذي عانت منه البلده. واكدت المنظمه ان خمسه اشخاص توفوا جوعا امس بينهم طفل في التاسعه من عمره مشيره الى وجود 150 شخصا في المستشفى يعانون المرض الشديد. عشره منهم قد يفارقون الحياه في حال لم تتوفر الادويه سريعا. حصار المدنيين في الحرب الدائره في سوريا تحول الى وسيله ضغط متى يتدخل العالم؟ لرفع الموت عنهم بعد مضي قرابة عامين على لبنان بلا رئيس منتخب تصادف اليوم ذكرى وفاة الرئيس اللبناني بشار الخوري الذي يعتبر أول رئيس في عهد الاستقلال المزيد في التقرير التالي بشار الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية في عهد الاستقلال الذي أشرق على لبنان في الثاني والعشرين من تشرين الثاني لعام 1943 انتخب بعدها رئيسا للجمهورية وكان بذلك أول رئيس للبنان بعد الاستقلال أوجد مع رياض الصلح الميثاق الوطني الذي أسس نظام الحكم والحياة الدستورية في لبنان ونص في روحه على أن لبنان ذو وجه عربي يستسيغ الخير النافع من حضارة الغرب ويؤسس للحياة الدستورية في لبنان شاهد عهده الذي استمرت تسع سنوات خمس عشر حكومة وتسع رؤساء حكومات في عام 1952 أجبر على الاستقالة بعد مظاهرات ضخمة على خلفية اتهامه بالفساد ولخوفه من تفاقم الأمور استدعى قائد الجيش فؤاد شهاب وقدم إليه استقالته بعد أن كلفه بتشكيل حكومة عسكرية تتولى إجراء انتخابات رئاسية. اليوم تمر ذكرى وفاة بشار الخوري على اللبنانيين وهم بلا رئيس، وإذا كان يفصلنا عن تلك الحقبة عقود من السنين فإننا نتأمل الحالة اللبنانية بماضيها وحاضرها في بلد يعيش زمان الربيع العربي بعدد من المفارقات، أبرزها مدى الاستقلال الذي تحقق في ضوء حالة استقطاب سياسي له مؤثراته الخارجية القوية، فمنذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان في ايار 2014 وللمره الرابعه والثلاثين فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس للجمهوريه بمبرر ظاهر هو عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم ليشكل لبنان بذلك حاله تستدعي الوقوف امامها فقد عزل رئيس الاستقلال بمبرر الفساد في زمان عنوانه وخطابه التحرر وتوانى عن انتخاب رئيس في زمان عنوانه وخطابه الحاجه للاستقرار. نشرتنا من رؤيا ما زالت مستمره لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. وعودة إلى محلياتنا، التقى أساقفة من مختلف أنحاء العالم بعائلات عراقية وسورية لاجئة تحت إشراف جمعية الكاريتاس الأردنية، وقدموا لهم المساعدات العينية، فقد قدم نحو 50 أس.. أص... عفوا قدم نحو خمسين أسقفا من الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية وجنوب إفريقيا إلى الأردن بهدف الاطلاع على ما تقدمه جمعية الكاريتاس الأردنية من مساعدات ودعم بالتعاون مع المؤسسات الرسمية للاجئين المهجرين من العراق وسوريا الهدف من هذا المجيء ومن هذا الفريق هو أولا معرفة الواقع الذي نعيشه والصعوبات والتحديات التي نقابلها قبل ثلاث أيام بدأوا زيارتهم من الأرض المقدسة بزيارة سريعة إلى غزة شافوا الأوضاع الصعبة التي نعيشها في غزة قبل ثلاث سنين كنت معهم بغزة وزرنا أيضا الميدان المستشفى الميداني العسكري الأردن الذي يعمل بغزة بعد غزة زرنا أول امبارح منطقة كريمزان والجدار العازل الذي يبنيه إسرائيل بعد أن قلعوا وشلعوا كل الأشجار هل هم عندنا بالأردن أن الزيارة لكي يروا وضع اللاجئين الذين زارونا صعوباتهم وماذا كان يعمل هو وفد بضم أساقفة من معظم الدول الأوروبية من أمريكا من كندا من أستراليا عندهم زيارة سنوية للأراضي المقدسة بشكل خاص لغزة لبيت لحم للأوتس لأخذ موقف كنسي واضح تجاه الأوضاع اللي عم بتصير بهذيك المنطقة السنة هاي حبوا إضافة أنه يزوروا الأردن لمدة ثلاثة أيام يلتقوا مع الكنيسة المحلية مع المجتمع المحلي يلتقوا مع المؤسسات العاملة في حق الدعم اللاجئين وياخذوا موقف مؤيد للاردن وداعم للاردن باستقباله للوافدين واللاجئين والمهجرين من كل الدول اللي حوالينا. اتفق مشاركون في ندوه حواريه اقيمت في غرفه تجاره اربد اتفقوا على اهميه قانونية اللامركزيه والانتخاب في المسيره الاصلاحيه ودوره في اثراء الحياه الحزبيه والسياسيه وتوسيع قاعده المشاركه الشعبيه. في اتخاذ القرار ومدير فريق راصد لمراقبة الانتخابات الدكتور عامر بني عامر أكد أن الهدف الأساسي من وجود القانون هو توفير رؤية لصانع القرار في الدولة الأردنية على صعيد تطوير أداء مجلس النواب وتحسين فعاليته وتحريره من تبعات الصوت الواحد هذه القوانين قوانين إصلاحية وسبقها قانون الحياة الحزبية وهذه القوانين كانت بناء على رؤية ملكية موجودة في خطاب العرش السامي وتم إقرارها لما فيها مصلحة الأردن والرقي والنهوض به على أعلى المستويات التشريعية والآن قانون الانتخاب سيكون هنالك دور أيضا في إكمال مسيرة الحياة الإصلاحية السياسية مئتا منزل في حي الخمس الذي يتوسط المسافة بين مخيم إربد وبلدة بيتراس تعيش معاناة مع أزمة مياه منذ سنوات المزيد في تقرير زياد نصيرات. معاناة أهالي حي الخمس مركبة فحيهم بلا شبكة مياه وهم محدودو الدخل غير قادرين على الاستمرار في دفع اثمان باهظه لمياه يشترونها من الصهاريج. راجعنا السلطه من 2003 2004 لكن لا لم تنادي. الكل يقول تحذير الشبكات، ما في مي بنشتري صهاريج ميه، الصهاريج مع جيت السوريين صار صار الضعف. وما في مي. ما في مي عندنا مشكله 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 عميقه جدا. الأهالي لم يختاروا السكن في حي الخمس بل أراضي الحي لرخص أثمانها هي التي جذبتهم لشرائها وبناء منازل مرخصة ليسكنوا فيها سلطة المياه كانت قبل سنوات قد مدت جزءا من خط مياه للحي لكنها سرعان ما أزلته وهم منذ ذلك الوقت بانتظار مياه السلطة قدمت باشتراك مع المياه و... اجوا طبعا حفروا لنا وحطوا المو... حفروا لعند بيتي وحطوا المواسير واثناء العمل شالوا المواسير شركه مياه اليرموك لا تنكر حاجه الحي لخط مياه رئيسي بسبب الضغط الكبير على خط مياه المناطق المجاوره كانت هذه المنطقة خارج التنظيم البلدية وتم ادخالها مؤخرا الى مناطق التنظيم، المنطقة حقيقة فيها نمو سكاني وعمران مرتفع جدا، تم دراسة هذه المنطقة بشكل مبدئي لخدمتها بالمياه، تحتاج الى خط ناقل لا يقل قطره عن 6 انش بالاضافة الى شبكة داخلية، التكلفة المبدئية لاستكمال شبكة مياه لهذه المنطقة حوالي مليون ونص دينار، وبالتالي نبحث ان شاء الله على تمويل مناسب لايصال المياه الى هؤلاء المواطنين. أهالي حي الخمس بانتظار أن تفي شركة مياه اليرموك بوعودها وتصلهم مياه الشرب قبل موسم الصيف. وإلى منطقة الشامية بمحافظة العقبة والتي تعاني من نقص في المرافق الأساسية الضرورية ومن مشاريع البنية التحتية وشبكة الطرق التي تحتاج إلى صيانة عاجلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يشكو سكان منطقه الشاميه شمال شرق مدينه العقبه من نقص في الخدمات وتدني في مشاريع البنيه التحتيه لا سيما شبكه الطرق والاناره والنظافه ويقول السكان ان المنطقه تعاني من نقص في المرافق الاساسيه الضروريه ابرزها افتقادها لاسواق تجاريه حيث يضطر المواطن الى الذهاب الى مدينه العقبه لشراء بعض الحاجيات بالاضافه الى افتقارها الى المتنزهات وملاعب الاطفال بنطال من المفوضية بتصليح الشوارع اللي واقعة ويجوا مهندسين وصوروها كذا مرة وطلعوا عليها الشغلة الثانية النظافة شبه معدومة مطبات كسرت السيارات اللي عاملينها هم عاملينها أم المواطنين لا, لا أعلم يعني شوارع المنطقة تفتقد للصيانة والأرصفة بالإضافة إلى تهالك معظمها وحاجتها إلى إعادة رصف وتطوير كما تحتاج كذلك مداخل ومخارج المنطقة إلى توسعة وتطوير التقاطعات الخطرة احنا بنطالب من مفوضيه العقبه انه يعملوا ارصفه للشوارع وكندرين ونظافه الشوارع برضه كمان واناره الشوارع الاناره كمان ما في اناره في الشوارع مفوض المدينه في سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه المهندس عبد الله ياسين قال ان مطالب المواطنين في منطقه الشاميه هي من اهتمامات السلطه الخاصه مؤكدا على طرح بعض العطاءات لا سيما في البنيه التحتيه خلال الفتره القادمه لخدمه ابناء المنطقه فيما يخص موضوع الشوارع البنية التحتية الإنارة إن شاء الله راح يكون في إلها عطاء وراح إن شاء الله نكون من هون لشهر ستة من خلال العام الحالي أنهينا سواء الترقيعات أو إذا كان في شيء بالأرصفة أو بالشوارع أو بالإنارة الشيء الأخير اللي بدي أحكيه بالنسبة لمنطقة الشامية عندنا مشكلة فيها بموضوع السوق التجاري رح ننهي إن شاء الله البنية التحتية اللازمة للسوق التجاري وراح يكون إن شاء الله من هون لنهاية شهر ثلاث إن شاء الله المنطقة جاهزة حتى تخدم أهلنا في منطقة الشامية في موضوع السوق التجاري ويقطن المنطقة أكثر من خمسة آلاف نسمة من مختلف أنحاء المملكة الا انها تعاني من قله الاهتمام خاصه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه وشبكه الطرقات والتي تحتاج الى صيانه عاجله بالاضافه الى توفير نقطه شرطه ثابته ومكافحه للكلاب الضاله والحشرات والتي تنتشر بكثافه خاصه في فصل الصيف. اظهرت نتائج دراسات حديثه ان زياده الوزن ترفع نسبه خطر الاصابه بالتهاب المفاصل التنكسي خاصه في الدول العربية. تفاصيل اوفى في التقرير التالي من امراض القلب الى السكري لا تزال السمنة احد اهم العوامل الخطيرة المرتبطة مباشرة بامراض كثيرة. مع ارتفاع ارقام الاصابة بالسمنة في بعض الدول العربية تتزايد فرص تعرض الانسان للاصابة بالتهاب المفاصل التنكسي. الحالة الطبية التي يسميها الاطباء الفصال العظمي، حالة ترتبط بالالم والازعاج عند كل حركة او توقف. فالتهاب المفاصل التنكسي يحدث عندما تتأدى الغضاريف المحيطة بالمفاصل وتتآكل مع مرور الزمن مسببة خشونة في المفصل وجفافا في السائل المحيط به الدراسة نشرتها أبحاث مشروع العبء العالمي للمرض الذي يقدم تقييما شاملا لأمراض متنوعة في أنحاء العالم وجدت أن التهاب المفاصل التنكسي في الورك والركبة والقدم واليد يقترن بمعدلات السمنة المرتفعة التي يعانيها الرجال والنساء على حد سواء ممن تجاوزوا سن الأربعين ويعتبر هذا المرض من الأمراض المزمنة التي لا علاج لها حاليا إلا أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة والتغذية الصحية والحفاظ على الوزن المناسب إضافة إلى تناول الأدوية المضادة للالتهابات تسهم في السيطرة على أعراض هذا المرض والتحكم فيه وتلعب التوعية بمخاطره والوقاية منه دورا كبيرا في تفادي الاصابه به مستقبلا